السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في اللايف المباشر. تسمحوا لنا راه يعني طفى التليفون ودابا نكملوا هذا الريبورتاج على الناس اللي كيسكنوا يعني واحد الغابة معزولين على المدينة، ما عندهم لا ماء لا ضوء لا حتى شي حاجة. وكنتمنى من الناس اللي شافوا الفيديو يعطيهم يد المساعدة. وكاينة السيدة مسكينة عندها إعاقة في الرجل ديالها، وهما عائلة كيتكونوا تقريبا من 7 الأشخاص ما عندهم حتى شي حاجة. وكنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى نعاونوا هاد الفئة هادي. كما كتشاهدوا الناس عايشة يعني في غابة، يعني هذه الغابة معزولين تقريبا. تيسكنوا في هاد الغابة منذ يعني حوالي 20 سنة يسكنوا، ما عندهمش الأب ديالهم. عائلة مكونة من 7 أشخاص يعني يعاني واحد المعاناة. نتوما كتعرفوا بهذا الحجر الصحي اللي كتعيشوا البلاد وجميع يعني العالم في هذه الوضعية اللي كنعيشوا. يعني كنهجدوا بالناس المحسنين اللي عندهم واحد القلب كبير واحد طرة الإيمان باش يحاولوا يعاونوا هاد الفئات اللي هي في أمس الحاجة للمعاونة والمساعدة، ونعطيوها يد العون ونعاونهم باش ما عطا الله، لأنهم أسر كتحتاج يعني بحال الأسر. خصنا حنا ضروري حنا نقلبوا على هاد الأسر باش يكونوا عايشين يعني خارج المدينة، بعيدة عليهم المدينة. يعني كاين أول حاجة مكاين لا حيوانات لا والو هنا باش يتقداو على الأقل، وأصلا ما عندوش منين يتقداو. لذا حنا غادي ناخدو واحد الريبورتاج مع السيد، تابعونا على الرقم ديال التليفون درتو لكم. اللي بغى شي معاونة يحاول يتصل بهاد الناس هادو. السلام عليكم. لالا السلام عليكم. عاودي لنا المشكل اللي عندكم والمعاناة اللي كتعيشوها. ما عندناش الضو، ما كاينش الماء، يعني مكرفصين. تا بنتي تمشي تقرا تنخاف عليها في هاد الغابة، وليت تنخاف عليها يعني تنخاف يشد شي واحد ولا هادي مع ديك الستة ولا هادي تنخاف عليها. طباش انا حيت عندي اعاقة في رجليا ما يمكنش ليا كل مرة نمشي نجيبها. المهم حنا مكرفصين بزاف، لو في وقت الشتاء خصوصا في وقت الشتاء انت شتي الحال، كلشي تيقطر علينا كلشي. وخويا الصغير هو اللي هذا قلت لي صافي عيش بد ليا النمره، انا نعيط ليها ونهضر معاها. هي واش عاد تقدري؟ قلت لي غنقدر نهضر حيت حنا يعني معذبين بزاف. وكنتمنى مول زعما اللي شافني يعني قبل فين كنتي تشتغلي؟ كنخدم في الديور، وخرج ليا تنحاول نخدم باش نمد يديا لشي واحد. كنتي كتخدمي انت والاخ ديالك؟ انا والاخ. شحال عمر الاخ ديالك؟ عنده 21. 21 عام. الوالد ديالكم ما كاينش؟ لا ما فيش. شحال هادي عمر الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. يعني يعني الوالده ديالي مريضه بالسكر، انت شتيها؟ انا غنمشي عندها. ولكن الظروف اللي كتعيشوا دابا يعني شكون اللي كيجيب لكم يعني القوت باش تاكلوا يعني باش؟ دابا من شدينا هذيك 16000 ريال، انا شديت 16000 خلصت الحانوت ديال الوالده، خلصت الدواء ديالها وداك الشيء صافي. الله كريم. المهم تنتمنوا بالناس اللي شافنا يعاوننا وصافي. يعني راه ما وصلت لي العظم عاد باش انا طبيعه الحال ما بقيتش قاده، حتى انا رجلي ولات تحرقني ما بقيتش قاده نخدم. ولا رجلي تحرقك مزيان؟ غنشوف. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في اللايف المباشر. كما كتشاهدوا السيده عندها اعاقه في الرجل ديالها، ما كتقدرش تخدم، ورغم ذلك كانت كتخدم. وكنتمنى من الناس اللي شافوا هذا الفيديو يحاولوا يعاونوا باي حاجه، باي يعني بثمن قليل او ثمن كثير. يعني دونك هاد الناس خصنا نعاونوهم. وراه خويا احمد ابو الفاضل راه كاين التليفون، راه مقيدو تماك في راه مقيد التليفون العنوان.
هادي الام ياك كي دايره الحاجه شويه بخير باش كتحسي تجينا البرد كل الايام ها تما ضرتنا كاع شنو خاصك دابا ضربو تما جابوها في الضيوف عييت انا ما تراجل انا تنخدم دابا عييت خصني يعاونكم دابا لا جانا شي واحد وعاوننا الله يخلف عليك شنو خاصكم يعني شنو خصنا كلشي مكرفصة شنو الحالة كي داير لا شفنا كلشي باين الوالدة كلشي خطرة البوق وتنعينا ما شربو الميكا والو ما كاينش شي فيك تصوروا عليكم تصوروا عليكم علينا حتى واحد عمر شي واحد جا عندكم هنايا فما ظهر إفراغ من الغابة زعما حتى ما حنا العامل هنايا ما عندنا فين نمشي هنايا تساعد معاكم والعامل كنا حنا هكا وحطنا جابنا لنا حطونا القايد وكل شيء حطونا زي قلنا ضروري خصكم تحولوا من وما عندكمش فين تمشيو ما قادر نمشي الدراري كبروا عندي هنا عندي 9 ديال الدراري شحال من عام نتوما تقريبا هنا 20 عام اكثر اكثر هذا بعد هنا 4 دراري كلهم هنا كان دابا عندو 20 اكثر من 20 وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى آمين. يعني المغاربه راه ضروري غيشوفوكم الاخوان ديالنا غادي يعاونوكم باذن الله وكنتمنى من الناس يعاونوكم ويعطيكم يد المساعده شكرا لك وسمحي لنا السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في هذا اللايف المباشر تنتمنى من الناس المحسنين يساعدوا هذه الأسرة هذه أنه واحد الحاجة أمس يعني ضروري إنسان يعني يعطيهم واحد يد المساعدة خصوصا الفرد الظرفية اللي كتعيش البلاد وكنتمنى يعني من الناس اللي كتشوفنا على قناة شوف تي في يعاونوا هذه الفئة اللي أمس الحاجة وكنتمنى يعني تفاعلوا معها ولو يعني ماشي نقولوش حنا اي حاجه لانهم ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم حتى شي حاجه كنتمنى من الناس اللي كتشوف هاد الفيديو تعاطف كلشي باين كلشي مصور كلشي يعني الوضعيه ديالو ما كتشوفش كيفاش داير كارثيه لا تخيل دابا انت غنحيدو لك غير الضو تخش تعيش نحيدو لك الماء هو اللي اهم حاجه هادو ما عندهم حتى شي حاجه عندهم الله سبحانه وتعالى كنتمنى من الناس يعني يعطيهم واحد يد المساعده ويعاونوهم وشكرا جزيلا لكم على تتبعكم هذا اللايف